9 نوفمبر 2021 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، تبدو مقتنع تماما بإطلاق مشروع عملي سهل عليك ترتيب أمورك الحياتية بما يتناسب مع وضعك المالي يلي عم يشهد نوع من التراجع الواضح. عاطفيا عم تسعى لوضع حد لكل أزماتك مع الشريك من بعد ما تأكدت أنه كل الأشياء اللي حواليك مش مهمة مقارنة مع استقرارك معه. مولود برج الثور، قد يحاول أحد الزملاء في العمل الإساءة لسمعتك والحديث عنك بأمور سلبية، ومن المحتمل هيدا الشيء يعرضك لموقف محرج مع محيطك المهني من باب التشويش عليك. عاطفيا وضعك العاطفي يبدو ثابت بشكل نسبي، ولربما بسبب اجتهادك على استيعاب أساس مشكلتك مع الشريك من جهة، وبسبب انشغالك بوضع خاص عائلي أو صحي من جهة تانية. مولود برج الجوزاء، حاجتك للإنجاز المالي رح يوفر لك الاتجاه المناسب لتحقيق هيدا الخطوة على نطاق خارجي، وتبدو جاهز بنفس الوقت لتنفيذ أي نشاط عمل على أساس تحسين ظروفك المادية المتراكمة عليك من فترة طويلة. عاطفيا الفلك عم يتحدث عن تطور عاطفي ونفسي عم بتترقبه بفارغ الصبر، وتبدو حاجتك للاستقلالية بقراراتك عن الشريك ممكن ما توصلك للنتيجة يلي عم تتمناها. مولود برج السرطان، نمط وضعك المهني غير مستقر وقابل للتغيير بأي لحظة، ولكن ضمن الحدود المحتملة يلي أصبحت عم تفرض عليك إجراءات غير محببة بالنسبة لك، وتبدو رغبتك بالانتقال لمكان جديد واضحة عليك. عاطفيا عم بتدور براسك أفكار وهمية بتخص علاقتك مع الشريك، ومن المؤكد أنها غير موجودة أساسا على أرض الواقع، وما هي إلا افتراضات ممكن تنحسم فيها الأمور ضدك، فانتبه. مولود برج الأسد، تبدو بحالة بحث عن الحلول الأقوى والأفضل لوضعك المهني مع أي جهة كانت، ونجاحك المالي ما بيعتمد بس على المؤسسة اللي عم تشتغل فيها، وإنما كمان على مجهودك بلفت الأنظار عليك وتسليمك مشاريع ومواقع مناسبة لك. عاطفيا الشريك بيعتبرك مكسب عاطفي ما بيقدر يستغني عنه، ولكن عملية اندفاع مشاعرك تجاهه أحيانا عم بتطمعوا فيك، فانتبه طالما الأجواء أصبحت مشجعة للمصالحة أو للقرارات الجدية. مولود برج العذراء، عم بتحركك أمورك المادية بكافة الاتجاهات، والفلك عم بتحدث عن حقوق قديمة عم تسعى لتثبيتها بالشكل اللازم، بالإضافة إلى أنك رح تصرف نظر عن ترك وظيفتك الحالية. عاطفيا مواقف معينة رح تأكد لك بأنك الطرف الأقوى بالعلاقة مع الشريك أو الطرف المرتاح والمطمئن، لأنك كنت واضح من البداية معه مهما حاول يرمي عليك أخطائه. مولود برج الميزان، عم تتعدد خياراتك وأفكارك المهنية بهدف تسهيل عملية استقرارك المالي، ولكن عم ينقصك استغلال نقاط القوة الموجودة عندك لتتمكن من كيفية إدارة أعمالك بطريقة أقوى. عاطفيا عم يتمادى الشريك بمواقفه العدائية معك، ولربما تاخدك هيدي الأوضاع باتجاه تحديات باردة بينك وبينه، بالإضافة إلى أنه علاقتك معه أصبحت بحاجة لمشاعر جديدة بدل من ترك الأمور للتخمينات السطحية. مولود العقرب، رح تكتسب عادات بسيطة أو صغيرة ورح تدعمها بالكثير من المواقف والمعنويات، ويبدو أنك جاهز لأي ترقية مهنية قريبة أو حتى عم تتوقعها. عاطفيا طلب غير متوقع من الشريك، فخليك واعي لأي احتمال ممكن أنك تتفاجأ فيه. مولود برج القوس، تسريع عملية الانتقال لوظيفة جديدة رح تخليك تشعر بالاستقلالية أكثر على الصعيد المهني، وتبدو رغبتك ببداية عمل جديد هي بداية بحد ذاتها مهما كان حجم المستوى المتوفر بين إيديك. عاطفيا ابتديت تتعافى من تبعات حب ضايع أو علاقة غير مستقرة، إلى جانب اهتمامك بتقوية حظوظك مع الشريك وخصوصا عند المرتبطين، وأما العازبين أو المنفصلين الفرص قدامهم حلوة للانتقال باتجاه شريك جديد.
مولود الجدي عم بتحضر نفسك لبداية عمل جديد تضمن لك منافع مالية أقوى ومفهوم مختلف عن النمط يلي عم بتعيشه بالوقت الحالي، ومن المحتمل تحصل على دعم وتأييد من شخص حابب يوقف حدك لإتمام خطوتك هيدي. عاطفيا الفلك عم يتحدث عن نضج عقلي وعاطفي مرتبط بقراراتك تجاه الشريك، وتبدو جاهز لوضع حد لكل التخمينات السلبية يلي ممكن تستهدف استقرار علاقتك معه عن جديد، والفرص تبدو مفتوحة للراغبين بعلاقة جديدة. مولود برج الدلو، رغبة بعض الزملاء بالسيطرة والهيمنة على كل شيء عم بدور حواليك على الصعيد المهني رح يجبرك على التفكير بترك وظيفتك ودمج خبرتك بأعمالك الخاصة والإشراف على عملية تنفيذها بأسرع وقت. عاطفيا أصبحت أكثر استقلالية بقراراتك وتفكيرك العاطفي، ومجرد التركيز على هيدا الأمر رح يقلل من حجم المشاكل اليومية اللي عم بتواجهك مع الشريك بشكل غير مريح. آخر الأبراج معنا مولود الحوت، عزيز الحوت، وضعك المهني عم يشهد تحولات مصيرية تبدو مثالية من الخارج ولكن باطنها ما بيتناسب مع مصالحك المالية، ومن المحتمل هيدي الأجواء ما تخليك على طبيعتك أو تسمح لك بالتحكم فيها عند الضرورة. عاطفيا وعيك العاطفي رح يساعدك على تحديد خياراتك النهائية مع الشريك بشكل منطقي أكثر، والأجواء الفلكية رح توفر لك الإجراءات المناسبة لتتخلص من حالة الفوضى في الحب يلي عم بيهدد استقرارك مع الشريك. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. بتمنى لكم بقية النهار يكون كتير حلو. باي باي.